القوات المشتركة تفشل تسللا حوثيا في حيس وتدمر مربضا للمدفعية في الدريهمي وجرحى من المدنيين في الجبلية. معارك في جبهة عدة في الجوف والضالع ومصرع 15 عنصرا حوثيا في عريش تعز. وتظاهرة جماهيرية في مدينة تعز للمطالبة بفرض الأمن ومحاسبة القيادات المتورطة في الاختلالات الأمنية. من قناة اليمن اليوم أقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، مرحبا بكم. أفشلت القوات المشتركة في مدينة حيس بالحديدة محاولة تسلل حوثية ابتدادا من المحور الشرقي وحتى المحور الشمالي. وأفاد مراسلنا عن مصدر عسكري أن الميليشيات تسللت بالقرب من مواقع اللواء السابع عمالقة من اتجاهين، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، منها سلاح البيكا والتوشكا بالإضافة إلى السلاح الثقيل. وأكد المصدر تصدي أبطال القوات المشتركة لتلك المحاولة بكل بسالة، وكبدوا العناصر المهاجمة خسائر كبيرة وأجبروا تلك المجاميع على الفرار. وكانت القوات المشتركة تمكنت من تدمير مربض للمدفعية استحدثتهما الميليشيات الحوثية، واستخدمتهما أيضا في قصف قرى آهلة بالسكان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات التابعة لإيران وضمن خروقاتها المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار شنت قصفا مكثفا من مواقع مستحدثة في محيط مدينة الدريهمي صوب مواقع المشتركة، وأخرى طالت قرى بعيدة عن أي هدف عسكري غرب المدينة. وهذه العمليات أثارت الرعب في صفوف الأهالي، وأضاف أن القوات المشتركة رصدت مصادر النيران وتمكنت من دك مرابض لمدفعية الميليشيات وتحصيناتها ومصرع وجرح عدد من عناصرها. ووزع الإعلام العسكري مشاهد للحظة دك المواقع المستخدمة في قصف أهداف المدنية. وكانت القوات المشتركة دمرت نهاية الشهر الفائت مربض مدفعية للميليشيات في المنطقة ذاتها لحظة استخدامه في خروقات جديدة. إلى ذلك أدى القصف الحوثي المتواصل على الأحياء السكنية والمناطق المحررة إلى إصابة الطفل محمد بن علي محمد عياش في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتة، والذي تم نقله إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج. في الجوف دارت معارك شرسة بين عناصر الميليشيات الحوثية والقوات الحكومية في سلسلة جبال الساقية جنوبي المحافظة، بعد محاولة عناصر من الحوثيين التسلل إلى مواقع أفراد اللواء 127 مشاة. بقدم واحد يقاوم هذا الجندي ميليشيات الحوثي الكهنوتية على امتداد جبال الساقية والمقاطع المحاذية لمديرية الغيل من الجهة الجنوبية. تعتلي على هامات هذا الجندي ورفاقه في هذه الجبهات كل يوم عزائم كبيرة لا يمكن أن تفرط بشبر واحد من تراب هذا الوطن. فبرغم المصاعب والمعوقات التي تطرأ في طريقهم، وجدناه في خط المعارك الساخنة بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وأبطال اللواء 127 مشاة. إصابته لم تتركه قاعدا في منزله، بل أصر على مرافقة أبطال القوات الحكومية وتطهير أرض اليمن من الكهنوت البغيضة. في جبال الساقية المطلة على قرية أرحب، فنحن إن شاء الله ثابتون ومنتصرون. رسالتي إلى أخواني وزملائي الجرحى وإلى زملائي الأبطال الأشاوس، ما همنا جراحنا ولو كل مفصل يقطع، يهمنا ديننا ووطننا. في الأثناء لاحظنا معارك نوعية تدور على مقربة من جبال الجرشب في محاولة فاشلة للتقدم من قبل عصابات الحوثي الإرهابية من استعادة مواقع تحت قبضة القوات الحكومية. فلا تزال المعارك تستمر في هذه المناطق بشكل متسارع
حتى وإن تريثت قليلاً فهي تعاود مسارها مجدداً. نحن اليوم على أطراف مديرية الغيل حدود مديرية نهم صنعاء على جبال الجرشب، ولا صحة ما يتداوله إعلام الميليشيات من سقوط مديرية الغيل أو الدخول إليها، وإلى الآن لم يستعيد أي موقع تحت سيطرة أبطال الجيش الوطني وأبطال الشرعية، ونحن له بالمرصاد إن شاء الله. ولا صحة ونحن هنا في المقاطع وفي جبال الجلشب، وكما ترون في الكاميرا لا صحة لما يتداول إعلام العدو قاطعا ونفيا ننفي كل ما يتداوله، ونحن مسؤولين عن كلامنا، ونحن في معركة ومستمرة، وإن شاء الله أن ترون ما يسرك. أما في محافظة صعدة فقد تمكن أبطال اللواء حرب واحد من إفشال محاولة التفاف نفذتها ميليشيات الحوثي في جبال عار بمديرية الصفراء، حيث انتهت المواجهات بمقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين. من محافظة الجوفة، عبد العالم دحلان، لقناة اليمن اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية المقدم صالح القضيبي. مرحبا سيادة المقدم. نعم، اهلا وسهلا بك اخي الكريم وبالساده المشاهدين. مرحبا بك. اذا كان هناك هجومان طبعا على جبل الساقيه وجبل المقاطع في الغيل، ما جديد هذه المواجهات؟ نعم، هناك معارك عنيفه يخوضها ابطال الجيش الوطني الاسبوع الثاني على التوالي في سلسله جبال جرشب في مديريه الغيل الغربي محافظه الجوف. نعم، حيث تشرفنا يوم أمس بصحبة أبطال الجيش الوطني في هذه الجبهات، ورأينا هناك استبسال وصمود وتضحية من قطعة النظير. لا أستطيع أتحدث وأن أعطي هؤلاء الأبطال حقهم. أبطال الجيش الوطني يصالحون في مواقعهم ويحققون انتصارات على الأرض، وأقول وأنا مسؤول عن كلامي. نعم، لأن من ينتصر في هذه الجبهات في سلسلة جبال جبهات أبطال الجيش الوطني، حيث تم صباح اليوم من استدراج مجموعة حاولت الانتصار على أبطال الجيش الوطني في سلسلة جبال جركب. نعم، مديرية الغيل، وهي عندما نقول أرض مديرية الغيل يعني المطل على مديرية أرحب، بمعنى أن مديرية الغيل بالكامل كل ترابها تحت أبطال الجيش الوطني. نعم، وكما ظهر سيادة المقدم يعني نعم تمكن أبطال الجيش الوطني من نعم ظهر المقاتلون في جبال جرشب، ولكن الميليشيات الحوثية تدعي بأنها سيطرت على الغيل. هل هناك فعلا مواقع تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات، أم أنها مجرد هرطقات إعلامية؟ يا أخي، ما يروج الإعلام هو عبارة عن هرطقات إعلامية وأهازيج وكذب للمقاتلين والتفعيلين والمغرضين إلى جبهات. لقد قلت لك وأريد أن هنا عبر قناة اليمن اليوم أن يعرف الإخوة السادة المشاهدين بأن أبطال الجيش الوطني لم يتزحزحون من مواقعهم ثابتون ويكبدون عناصر الميليشيات التي تزج بالمغرر فيهم وبالبقرة إلى محرقة لما تعنيه الكلمة. تمكن أبطال الجيش الوطني صباح يوم الأحد من استدراج أكثر من 23 عنصرا من عناصر الميليشيات التي حاولت الإنتصار. نعم، في مواقع سلسلة جبال غرب مديرية الغيل، وهي عبارة عن سلسلة كبيرة ممتدة بأكثر من 4 كيلو من الشرق الجنوب، فيما تمتد بأكثر من 4 كيلو أيضا من الشرق إلى الغرب. وحاولوا بالاستباق فنقوم أبطال الجيش الوطني لهم كبير المحكم، وتم الاستيلاء على عتادهم وعلى سلاحهم، ولم نعم. يرجع منهم بشر باستثناء سواء أربعة جرحى. نعم، إذا إلى مستشفى. نعم، أشكرك جزيل الشكر المقدم. نعم، نعم، جزيل الشكر لك المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية. في الضالع شهدت جبهة بتار المحاذية مديرية الحشا مواجهات بين القوات المشتركة من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى. أفاد مراسلنا في الضالع أن الميليشيات نفذت هجوما باتجاه مواقع الكتيبة الأولى من لواء الشهيد الشوجبي المرابط في جبهة بتار، لكنها منيت بالفشل وتكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.
لكن أبطال القوات المشتركة والمقاومة الشعبية كانوا لهم بالمرصاد وكبدوهم خسائر كبيرة. أيضا استهدفوا تجمعات تلك العناصر في منطقة صبيرة. مصدر ميداني أكد أن وحدة المدفعية في اللواء الرابع مقاومة نفذت ضربات محكمة بقذائف المدفعية باتجاه تجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة صبيرة وفي قرية خوع الخاضعة للميليشيات شرقي مديرية الحشا، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات. وكانت القوات المشتركة خاضت معارك مع الميليشيات الحوثية في جبهة بتار شمال غرب قعطبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذا الرشاشة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. ما تزال جبهة بتار شمال غرب الضالع عصية على ميليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر فادحة ومتواصلة على أيدي القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في ظل تواصل أحلام الكهنوت بالسيطرة على المحافظة وإخضاع أبنائها الذين يواجهونها بعزيمة وصبر منقطع النظير. القوات المشتركة في جبهة بتار ممثلة بألوية المقاومة المختلفة وإسناد من اللواء السادس الصاعقة خاضت معارك بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت الميليشيات خلالها خسائر كبيرة وتراجعت إلى مواقعها السابقة جنوبي العود بعد تلقينها ضربات مباشرة أوقعت العديد من عناصرها المتسللة بين قتيل وجريح. جبهة بتار تشهد بين الحين والآخر محاولات متكررة للتقدم نحوها من قبل عناصر الميليشيات في ظل تحشيد مستمر لمجاميعها من مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، خاصة أنها فشلت في السيطرة على المحافظة، لذا تعمل على الدفع بالمغرر بهم إلى هذه المحافظة المقاومة. غرب الفاخر كانت مدفعية القوات المشتركة حاضرة بكل حزم وقوة، حيث استهدفت آليات تابعة للميليشيات الحوثية تحمل على متنها تعزيزات لعناصرها في تباب النبيجات غرب مدينة الفاخر، لكنها سرعان ما انكسرت بعد مواجهات عنيفة للقوات المشتركة التي أحرقت التعزيزات ودفعت بمن تبقى من الحوثيين على الفرار مذعورين. تحرير وتأمين بتار بالكامل يمثل أهمية استراتيجية لمواصلة عملية التحرير وتحجيم خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية، لا سيما في مجريات سير المعارك الدائرة في أنحاء متفرقة من الجهتين الشمالية والغربية لجبهة حجر شمال غربي الضالع. وفي الضالع أيضا انفجر مقذوف متفجر يعود لبقايا الميليشيات الحوثية، انفجر بأربع نساء بينهن أطفال في عزلة باجة وسط حجر بمديرية قعطبة. أفاد مراسلنا أن المواطنتين أمت العليم علي وفاطمة طماش أصيبتا أثناء مرورهما بالطريق المؤدي إلى المزرعة في منطقة باجة، وأضاف أن إصابتهن بالغة. أيضا أصبنا الأختين أمت الرحمن محمد وأمت الخالق محمد طفيفة، وأنهن يخضعن الآن للعلاج في أحد المستشفيات بمدينة الضالع. وعلى مقربة من الضالع سقط 15 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح في مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة بالقوات الحكومية مع ميليشيات الحوثي شرقي محافظة تعز. جبهة العري شرق مركز محافظة تعز شهد خسائر حوثية فادحة في الأرواح والعتاد إثر محاولة تسلل على مواقع القوات الحكومية. 15 حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح في المواجهات الضارية في جبهة العريش، 6 لقوا مصارعهم بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين وفق مصدر عسكري. المصدر ذاته أكد أن ميليشيات الحوثي دفعت بمجاميع مسلحة في الجبهة الشرقية من قرية بشيعة حيث جبهة العريش ومن الجهة الغربية باتجاه جبل هان في محاولة منها لتحقيق أي نصر على الأرض، لكن تلك المحاولات أحبطت أمام يقظة القوات الحكومية وأجبرت العناصر الحوثية على العودة أدراجها تجر جثث قتلها وأذيال الهزيمة. وأشار المصدر العسكري إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في مدينة تعز كلف ميليشيات الحوثي الثمن باهظا، حيث لقي ما لا يقل عن 50 حوثيا مصرعهم بينهم قيادي ميداني، فيما جرح العشرات في المواجهات الأيام القليلة الماضية في جبهات متفرقة بمحافظة تعز. وأمام هذه الخسائر عمدت ميليشيات الحوثية لاستهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية في محاولة منها لحفظ ماء وجهها، وإن كان الضحايا من الأبرياء خصوصا الأطفال والنساء.
دعا ناطق المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد المجتمع الدولي إلى الضغط خلال المشاورات الراهنة بشأن ملف الأسرى لإطلاق الجميع، كما عملت في إيقاف تحرير القوات المشتركة لمحافظة الحديدة الساحلية. وتعليقا على مفاوضات في الأردن بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قال في تغريدة على حسابه في تويتر: نأمل أن تفضي هذه المباحثات في ملف الأسرى الجارية في الأردن الشقيق إلى إطلاق كل المحتجزين في السجون. وأضافهم يمنيون والمجتمع الدولي معني بالضغط لإطلاقهم، كما هو حال الضغط الدولي الممارس لإيقاف معركة تحرير الحديدة. من جانبها، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية عن 389 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال شهر يناير. وأظهر تقرير مشترك للشبكة والمنظمات الدولية أن انتهاكات الميليشيات تنوعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد المدنيين العزال. وأشارت إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون التي تطلقها الميليشيات على القرى والمدن الآهلة بالسكان واقتحام وتفجير المنازل والمنشآت الحكومية والخاصة. كما وثق فريق الرصد الميداني 51 حالة قتل ارتكبتها الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط 19 ضحية بالألغام الأرضية التي أيضا زرعتها هذه الميليشيات. ورصد التقرير 82 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 4 حالات نساء و24 حالة إخفاء قسري. كما سجل الفريق 152 انتهاكا للميليشيات ضد الأعيان المدنية والمركبات الخاصة. اعتذار حوثي مختوم بمذكرة رسمية عن سرقة الميليشيات للطعام في من أفواه الجياع، بعد خطاب شديد اللهجة لأمريكا وبريطانيا واجتماع كبار الداعمين لإغاثة الإنسانية العاجلة في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي. رسالة أمريكية بريطانية مشتركة مفادها: يجب اتخاذ إجراء حاسم لوقف الاحتيال الحوثي على المساعدة الإنسانية وإزاحة كافة المعوقات من وصولها إلى الملايين الذين يحتاجون إليها في اليمن. شديدة لهجة الرسالة التي أدرك الحوثي جديا أنه يجب رفع مذكرة توبة واعتذار تتضمن 3 بنود جميعها تدين الميليشيات وتضعها في خانة سارق الطعام من أفواه الجياع. البند الأول من المذكرة نص على إرجاع كل ما تم مصادرته حوثيا من متعلقات تخص الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وما تم احتجازه أيضا في مطار صنعاء الدولي من معدات خاصة وضمان تسهيل عمل البعثات العاملة في المجال الإنساني دون قيد أو شرط. البند الثاني من المذكرة الحوثية تضمن إعادة ما تم سرقته حوثيا من مساعدات قدرها بن حبتور ب120 طنا، عوضا عن اعتراف الحوثي بأن ما حدث في حجة لم يكن سوى سرقة حوثية عبر مجلسه الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية الذي فرضه وصيا على المساعدات. وكان الحوثي في وقت سابق قد تحجج بأن من سرق مخازن برنامج الغذاء العالمي ليسوا سوى الجائعين، وها هو الحوثي ينفي ذلك. البند الثالث من المذكرة المرفوعات حوثيا تتضمن إلغاء ميليشيات الحوثي ما فرضته من 2% على المنظمات العاملة في إطار مناطق سيطرتها والتي فرضتها عبر ما يسمى بمجلس تنسيق الأعمال الإنسانية، وشرط اقتطاعها من كلفة النفقات التشغيلية لكل المنظمة العاملة. لم يكن للحوثي أن يتخلى عن صرخة مانوبالي إلا بعدما وقع الفأس في الرأس باجتماع لكبار الداعمين في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي الذين قرروا إيقاف الدعم وتقليص النفقات في الجانب الإنساني والاستجابة العاجلة. وبالنظر إلى الميدان نجد أن الميليشيات تختار نوعية الموظفين في المنظمات وتفرض مشرفين على العمل الإنساني، كما أن الحوثي يستقبل من يشاء في مطار صنعاء من بعثات أممية ويرفض وصول مراقبين. كما استحدثت الميليشيات أيضا أجهزة خاصة وهيئات لإدارة الأعمال الإنسانية، وتخضع أكثر من 80% من المنظمات العاملة في اليمن لسيطرة الميليشيات، ناهيك عن أن المساعدات والإغاثات باتت بندا ثابتا في ميزانية الميليشيات الحوثية التي تستخدمها فعليا كوقود لإدارة الحرب ومجهودها ونفقة مقاتليها.
في تعز انطلقت مسيرة جماهيرية في المدينة للمطالبة بتوفير الأمن وملاحقة العصابات التي أقلقت الأمن في المدينة. وطالب المشاركون في التظاهرة بطرد ومحاكمة مدير الأمن والمحور وأيضا ملاحقتهم دوليا محاكمة اللجنة الأمنية التي تحولت إلى عصابة تخدم جماعة الإخوان. نطالب من السلطة المحلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على الأحداث التي وقعت في وادي القاضي وملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على حي وادي القاضي بأنواع السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف. بدي أسأل الجيران، هذا اللي بيأتي بغرفتي لا زوج ولا أمن ولا لا ابن ولا زوج ولا أخ ولا ابن، وحدي لحالي والله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا شادي مجلس حقوق الإنسان، أناشد مدرسة الأولى الدولين، أناشد عبد الرب منصور هادي. أنا أشتري خلة لنا وجزع، أنا أشتري خلة لشعب منصور هادي. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ غلاء الهمداني واحد بل علاء الهمداني، مرحبا بك. مرحبا بك. إذن تعقيبا على ما حدث في وادي القاضي وتكررت هذه المظاهرات، يعني أطلعنا على مستجدات التظاهرة الجماهيرية الجديدة في تعز. المظاهرات يعني باختصار حتى نذكر لك القضية من البداية، يعني ولو بشكل مختصر حتى يكون يفهم المستمع. نعم. يعني بتاريخ 11 بتاريخ 11 في تاريخ 11 تفضل. نعم. شرح لك القضية بشكل يعني عشان تستمع. في تاريخ 11 من هذا الشهر كان المشايخ على وشك عمل اتفاق بالقضية الحاصلة ما بين غزوان المخلاتي وأصحاب الشيخ غدر الشرعبي، فهم لك إيه؟ ففي هذا الصدد قام غزوان المخلاتي أتباعه بإرسال المدعو عصام الجعشمي إلى حارة عمار بن ياسر، محاولة منهم إفشال عملية الاتفاق ومحاولة منهم لإغتيال الشيخ غدر وأصحابه. نعم. وصل عصام الجعشمي إلى جوار بيت الشيخ غدر وقام بإطلاق النار وأصاب اثنين من أصحاب الشيخ غدر وتوفي أحدهم بالأمس أثر الإصابة، وكذلك أصيبت امرأة. ثم لاذت الجرار إلى أحد المدنيين وتمثلت في ذلك المدني وحصل ما حصل. نعم. الطريق مصر عرف. إذا ما هي المطالب الآن بعد هذه الحادثة أستاذ علاء؟ المطالب تشكيل لجنة بالتحقيق بكل ملابسات ما حدث. تشكيل لجنة نديها مش مثل لجنة الأمنية أصبحت نزلها كطرف يحمي غزوان وأصحابه، غزوان وعبد الله عبد الواحد اللبس صادق فرحان، يعني في عشان كل شيء الأسم كله. المقصود إنه تشكيل لجنة، لأن اللجنة الأمنية بين لنا ظهر لنا بأن اللجنة الأمنية عبارة عن طرف تم استخدامه من قبل غزوان المخلافي أصحابه. ليست تلك اللجنة الأمنية الحيادية التي تقوم بوادي به بشكل حيادي، وإنما صارت طرف وأداة تستخدم على أيدي الميليشيا. نعم. أنفق غزوان ومكتب سرحان أنزلها. إذا لم يعد هناك ثقة باللجنة الأمنية، وأيضا خرجت مسيرات من قبل بخصوص هذه المواضيع ومواضيع أخرى، هل لقت آذان صاغية من قبل؟ نعم. كانت هناك العديد من المسيرات خرجت في تعز، هل وجدت آذان صاغية أو وجدت يعني تنفيذ للمطالب لهذه المسيرات؟ الآن المسيرة خرج المسيرة وإحنا في صدد الآن، لأنه وعد بأنه سيتم تشكيل لجنة، وإن شاء الله كما قلت لك نريد أن تكون هذه اللجنة حيادية لمشاريع المديرية، يعني ناس وسطيين. نعم. نعم. فقد بين إدارة أمن تعز بكامل أصبحت غريب. إدارة أمن تعز أصبحت غريب وزي ما تقول في نفس الليلة. نعم. إذن أشكرك. شكرا جزيلا لك على الهمداني أحد المشاركين في التظاهرة بتعز. الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل. جرح الحرب الذين يتعالجون في الخارج بين ألم الإصابة ومرارة الإهمال الحكومي.
اجتماع تنظيمي لقيادة المؤتمر الشعبي العام مع رؤساء المراكز التنظيمية في عزلة المشالحة بمديرية المخا يناقش مشاكل وهموم المواطنين وتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر على المستويات كافة. وقفة لقراءة الفاتحة على روح الشهداء انتفاضة الثاني من ديسمبر وقفها قيادة ورؤساء المراكز التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في عزلة المشالحة بمديرية المخا خلال اجتماعهم التنظيمي الذي ناقشوا فيه تفعيل الأنشطة التنظيمية والاطلاع بواجبهم الوطني وحل مشاكل وهموم المواطنين وتلمس احتياجاتهم بما تطلبه المرحلة من يقظة وانتباه لتأمين مناطقهم والتحامهم واصطفافهم إلى جانب القوات المشتركة للحفاظ على ما تبقى من منجزات خالدة تحققت على يد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح. هذا الاجتماع نحن بداية اجتماع وسنستمر في الاجتماعات في كل العزل وفي كل المراكز باستمرار، وإننا نقول للشهيد الخالد علي عبد الله صالح إننا على وصاياه سائرون وعلى مبادئه وحزبه ثابتون. سوف يتم يعني إيضاع المشاكل وبلورتها والخروج بالمعالجات ونقلها إلى القيادة الحكيمة التي لها دور داعم للمؤتمر الشعبي العام للوقوف على معاناة المواطنين وهمومهم في مديريات الساحل الغربي وعزلة المشالحة الذين وصلونا اليوم. مؤتمري المخا خلال اجتماعهم أكدوا على تمسكهم بمبادئ الميثاق الوطني والنهج الذي اخططه الزعيم الشهيد والتزامهم بتنفيذ وصاياه ووقوفهم إلى جانب القوات المشتركة لاستكمال تحرير وتخليص الوطن من عبث الكهنوت وعنصريته المقيتة التي دمرت كل ما تم تشييده من إنجازات خلال العقود الماضية. بدأنا اليوم بتدشين المرحلة الأولى من الاجتماعات في عزلة المشالحة، وأننا هنا على درب الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وعلى درب وعلى نهج الميثاق الوطني الذي هو نهجنا عدد الوسطية والاعتدال الذي يعتز به كل مواطن يمني، بحيث أن الميثاق الوطني أصاغه أبناء الشعب اليمني كامل ولم يأتي من الخارج، وهو ميثاق يعتبر دستور اليمنيين كلهم. نقول للقائد البطل المغوار طارق محمد عبد الله صالح احمل راية النصر، حرر الوطن، حرر الحديدة، حرر الوطن من هذه العصابة الباغية، ونحن معك بكل دمائنا وأرواحنا وشبابنا. كما ثمن المجتمعون الموقف الإنساني لنائب رئيس المؤتمر المتمثل في مساعدة الطلاب العالقين في جمهورية الصين. نوجه شكرنا وتحياتنا للسفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر على ما بذله للطلاب اليمنيين في الصين من مساعدة، وهذا يدل على أن السفير هو يعاني هموم الوطن ويعاني متابع هموم اليمنيين في الخارج وفي الداخل. عاد المؤتمر الشعبي العام نشاطه من جديد وبدأنا نظهر، والآن احنا مستمرين في الدورات والاجتماعات الشهرية الدورية زي ما قال الشيخ، كنا في المخا قبل أسبوع والآن في المشالحة، بكرة بعد بكرة معنا عزلة يختل، عزلة الزهاري، عزلة الجمعة، عزلة موزع. تمسك بمبادئ الوسطية والاعتدال والتزام بالنهج الديمقراطي والثوابت الوطنية والوقوف إلى جانب القوات المشتركة لتحرير الوطن من الكهنوت الإمامي الرجعي، هذا ما خلص إليه الاجتماع التنظيمي من مديرية المخا بمحافظة تعز. شرف الشمري، اليمن اليوم. اشتكى جرح القوات الحكومية في الهند من قطع المستحقات المالية لعلاجهم في الهند، مشيرين إلى أن لهم أكثر من سنة لم يستلموا المخصصات المالية، بينما جرحى محسوبون على جهات معينة يتم استكمال علاجهم. هذا الشاب العشريني هو أحد جرح القوات الحكومية في مدينة تعز، والذي واجه الحوثيين بكل بسالة وإقدام ضاربا أروع أنواع التضحية بالنفس والدم، تعرض لطلق ناري من قبل قناصة الحوثيين قبل عام،
لكن المطاف انتهى به ومعه عشرات من رفاقه الجرحى لخذلان الشرعية والسلطة المحلية في محافظة تعز، وتم إهماله في أحد مشافي الهند دون استكمال علاجه ودون حصوله على العلاج الطبيعي بعد إجرائه جراحة في ساقه. أنا الجريح تم إرسالي من تعز ولي الآن سنة تم إجراء لي العملية ولم يتم لي الدخول في مركز طبيعي للآن، لنا 6 أشهر لا مصارف ولا علاجات ولا أي شيء، حيث تم قطع المستحقات اللازمة لعلاجهم في الهند في ظل تلاعب اللجان العسكرية المتلاحقة بقضيتهم واعتنائها فقط بجرحى دون غيرهم. تبدأ معاناة الجرحى بالبحث عن السفر للعلاج ومتابعة اللجنة العسكرية، ثم الإهمال وعدم المتابعة لأوضاعهم وأوضاع أسرهم، خاصة فيما يتعلق باستكمال العلاج والذي يحتاج في أغلب الحالات لفترة من الزمن. بيان صادر عن جرحى تعز الذين يعالجون في دولة الهند قالوا أنهم يعانون من تعسف اللجنة الطبية العسكرية السابقة والحالية، حيث قطعت عنهم المخصصات لأكثر من 6 أشهر، وتم حرمانهم من العلاج لأكثر من سنة في ظل وجود التمييز الحزبي الذي يتم التعامل به مع الجرحى، وأنه تم إصدار تذاكر عودة لهم لليمن بعد 4 أيام دون سابق إنذار ودون أن يتم استكمال علاجهم، وهو ما زاد الألم فوق الألم. ضد الإهمال والنسيان والظروف المعيشية تساوت شكاوى الجرحى في كل من مدينة تعز والهند، وتوحدت وقفاتهم الاحتجاجية وبياناتهم ضد المعنيين في الحكومة، وهم الذين استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم لتثبت الأيام أنهم ليسوا ضمن أولويات القوات الحكومية، والتي تبدو أنها تطبق شعار أكلناكم لحما ورميناكم عظاما. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة علاج الجرحى في مصر الدكتور محمد راجح حسين. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نعم، لو بدأنا من حيث خلص هذا التقرير، هناك كما تابعت شكاوى عديدة من المصابين خصوصا في الهند، ما هي الأسباب برأيك؟ بالنسبة للهند طبعا أنا ليس لدي التفاصيل أو المعلومات عن موضوع الهند، أنا أتكلم عن الجرحى المتواجدين في مصر. طبعا ملف الجرحى ملف شائك وكبير ويحتاج إلى نظرة قوية من الشرعية. طبعا الحكومة الشرعية أو مثلا رقامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن يولون الجرحى اهتمام خاص، وهنا التقصير. لا نستطيع أن نقول أن الجرحى مهملون تماما أو أن الجرحى ليست لا تقوم الدولة. أين يكمن الخلل إذن في التقصير دكتور؟ الخلل يكون في تأخير المستحقات المالية، في تأخير سفر بعض الجرحى، في تأخير إقرار الموازنة. الموازنة إلى الآن بالنسبة للجنة الجرحى في مصر لم نستلم من موازنة 2019 إلا تقريبا الثلث منها، مع أن المفروض أن نستلمها، أن نطالب الآن بموازنة 2020. نحن في اللجنة الطبية العسكرية نعم، هل قمتم بالمطالبة؟ كيف؟ هل قمتم بالمطالبة برفع تقارير بحال المصابين وغيرها؟ قابلنا تقريبا المسؤولين ابتداء من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي ووزير الدفاع، قابلناه أكثر من مرة، وكلهم يؤكدون أن ملف الجرحى من أولويات الحكومة وأن هؤلاء المصابون يستحقون كل التقدير والاحترام. ولمسنا تجاوب، وهناك تجاوب جزئي، نحن نريد أن يكون للجرحى الأولوية في كل شيء، مخصصاتهم المالية تأتي أولا، سفرهم يأتي بدون صعوبات وبدون تأثير، لأن التأخير يعود بالضرر على الجريح. نعم. ونسعى بكل الوسائل لأن يكون الجرحى هم أولويات لدى الحكومة ولدى قيادة الشرعية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد راجح حسين رئيس لجنة علاج الجرحى في مصر. مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف.
جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلي، حيث حذر تقرير لشبكة أنظمة الإنذار المبكر ضد المجاعة فيوزنت من مخاطر نفاد الوديعة السعودية خلال الشهرين المقبلين واستمرار انخفاض سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، علاوة على قيام ميليشيا الحوثي بحظر الأوراق النقدية من العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وأسعار السلع الغذائية والتموينية. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره وتفاوته في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، حيث يقترب سعر الصرف في صنعاء من سقف 600 ريال للدولار، فيما يتجاوز سعر صرفه 650 ريالا في عدن. كشفت تقارير اقتصادية محلية وعززها تقرير فريق الخبراء الأمميين أن إجمالي عائدات ميليشيا الحوثي من الجمارك والضرائب على واردات الوقود في مناطق سيطرتها تقدر ب 22 مليار ونصف مليار ريال خلال 2019. وأضافت التقارير أن ذلك لا يمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات الميليشيات، كونها تعتمد أيضا على إيرادات ميناء الحديدة، فضلا عن الإتاوات والجبايات غير القانونية التي تجمعها من كل مصادر الدخل. قال وزير البترول المصري أن بلاده اتفقت مبدئيا مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط بالمياه العميقة في 7 مناطق، والتي ستبدأ عملياتها مطلع العام المقبل. وجاء اكتشاف إن الإيطالية لحقل ظهر في 2015 والذي يحوي احتياطات تقدر ب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، مقدمة لطرح مزايدات للتنقيب والاكتشافات الجديدة. أعلنت شركة أرامكو السعودية أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلا من ربع سنوية ابتداء من فبراير الحالي. وكشفت الشركة أن أسعار البنزين المحدثة ستتغير بدءا من الأحد، حيث سيصبح سعر لتر البنزين 91 ريال و55 فلسا، فيما يبلغ سعر لتر البنزين 95 ريالان و11 فلسا وفقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وأخيرا، بدأت البنوك الصينية تعقيم الأوراق النقدية ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا. وذكر البنك المركزي الصيني أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان، ليتم بعدها ختمها وتخزينها من 7 إلى 14 يوما اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة قبل إعادة تعميمها للتداول من جديد. داهمت ميليشيات الحوثي منزل مالك شركة صرافة خاصة في العاصمة صنعاء، وقامت بنهب مبالغ مالية باهظة. مصادر مصرفية أفادت أن ميليشيات الحوثي أقدمت على اقتحام منزل المجذوب مالك شركة المجذوب للصرافة، ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت عددا من أفراد أسرة المجذوب وقامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة. في العراق انطلقت تظاهرات طلابية حاشدة في العاصمة بغداد ومدن الجنوب رفضا لتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة. وذكرت الأنباء نقلا عن شهود عيان أن المواجهات تجددت بين الأمن ومتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة، حيث تظاهرات طلابية منددة بتشكيل الحكومة من قبل علاوي. وأضافت أن طلاب جامعة ميسان خرجوا في تظاهرات مماثلة، إضافة إلى المئات من الطلاب في مدينة كربلاء جنوبي بغداد، تنديدا بحرق خيام المتظاهرين في ساحة الوثبة. وتتواصل التظاهرات الغاضبة في محافظة الجنوب، لا سيما في الناصرية والبصرة، بعد تنسيق العشائر والأمن من أجل المحافظة على سلامة المحتجين. في ظل الخوف الذي بثه فيروس كورونا في العالم نتيجة ارتفاع عدد الوفيات المعلنة واتساع رقعة انتشاره، تمت بارقة أمل يلوح في إعلان المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار هذا الفيروس. تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين اليوم الأحد بعد أكثر من 3 أسابيع على عزل بؤرة تفشي هذا المرض.
وأضاف أنه تم رصد 2009 حالات جديدة انخفاضا من 2641 حالة في اليوم السابق و142 حالة وفاة جديدة انخفاضا عن 143 في اليوم السابق. وجميع حالة الوفاة ما عدا 4 حدثت في إقليم هوبي، أما خارج البر الرئيس الصيني فظهرت نحو 500 حالة إصابة بفيروس في نحو 24 دولة ومنطقة من مع 4 وفيات في اليابان وهونغ كونغ والفلبين وفرنسا. إلى ذلك أعلن وزير الصحة الياباني أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبل السواحل اليابان بلغ 355 شخصا. الوزير الياباني أشار إلى أن 1219 شخصا أخضعوا للفحوصات على متن السفينة من أصل 3500 شخص، يتم تحديد 355 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينهم 73 مصاب لم تظهر عليهم أي عوارض من هذا المرض. إلى العناوين. القوات المشتركة تفشل تسللا حوثيا في حيس وتدمر مربض للمدفعية في الدريهمي وجرحى من المدنيين في الجبلية. معارك في جبهة عدة في الجوف والضالع ومصرع 15 عنصرا حوثيا في عريش تعز. تظاهرة جماهيرية في مدينة تعز للمطالبة بفرض الأمن ومحاسبة القيادات المتورطة في الاختلالات الأمنية. إلى اللقاء.